يعني خلوك انك تطلع اكثر. أكيد. بس هم ذكرت انهم ادبوك. نعم. ادبوك في ماذا؟ انا كحار عصبي تمام ممتاز وسريع الغضب، سريع الغضب يعني سريع الغضب وطلابي في الجبال الله يذكرهم بالخير يشهدون لي بذلك تمام. لكن لما درست اولى ابتدائي اجبرت نفسي اجبارا على اني ما الطفل خلاص دخلت اولى ابتدائي تمام افصل فيوز العصبيه ذا تمام وادس في مكان. لا يمكن يعني اول سنه من اولى ابتدائي راحوا مرحله تعرف تعلم وتجرب، لكن السنوات اللي بعدها يعني انا اقول لك حاجه يعني ممكن خلال السنه اللي فاتت اولى ابتدائي ما قلت الطفل طلع على السبوره غلط مهما كان، واذا طلع ما عرف يقرا كلمه ولا حرف اقف وراه واساعده تمام. ما كتبت الواحد اكس ما هذه المنهجيات اللي تستخدمها في انا استخدم